رياضيا، قام يوم أمس نائب الأول لرئيس الفيدرالية التشادية لكرة القدم إبراهيم فولة بتنصيب أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للرابطة الوطنية لكرة القدم التشادية. تقرير عباس بكر مصطفى. 11 عضوا تم تنصيبهم لتسيير الرابطة الوطنية لكرة القدم التشادية برئاسة موغنا جيمونتا، وأن التعيين جاء لأجل إدخال تحسينات وتسيير النشاطات كرة القدم التشادية بصورة جيدة. عقب التنصيب أوضح رئيس الرابطة عن مستقبل مسيرة الكروية في البلاد وما ينتظر من الرابطة. النائب الأول لرئيس الفيدرالية التشادية لكرة القدم والأندية إبراهيم فولة هنأ أعضاء المكتب الجديد للرابطة، مضيفا بأن اختيارهم لم يأتي عن فراغ، بل جاء من أجل تطوير كرة القدم عبر تنظيم الدوريات المحلية وإقليمية والسعي إلى إيجاد حلول لبعض المشكلات التي تعاني منها كرة القدم التشادية لترتقي إلى مستوى أفضل. إذن هذا كل ما لدينا هذه الساعة من أخبار محلية، نشكركم على طيب الانتباه والمتابعة. النشر قدمناها لكم من الفضائية التشادية من جميعنا. دمتم في أمان الله.